عليهم السلام. There is no one that's perfect other than سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم و Jesus و Moses. Other than that, perfect. يعني the Anbiya before as well. Patient on your brothers when they are not perfect. Why? Congratulations, you're also not perfect. But together we make it better. Right? So I want you to get involved and be patient, because even Allah willed for heavens and earth to be created in 6 days, right? خلق السماوات والأرض في ستة أيام الله عز وجل. So let's take it easy, but let's build. Let's be builders, not complainers. If we look at the negative, we will never finish. If we look at the positive, there is a lot of positive. In the people, in the community, in the country, outside the people, there's so much positive to take and learn from. And this is our job. Our job is to focus on that which is good and build on it, inshallah, and not be hostage to negativity. Inshallah, is that good? That's my message. Maghrib is about to come. It's already 9 o'clock and there's no Maghrib. I mean, you know, I'm looking at midnight last night, and I'm looking, where is Maghrib? Where is Maghrib? Where is Maghrib? MashaAllah, but you have, MashaAllah, your noor is so much, they told me it's not Norway, it's Noorway. Because the sun is always on, so how can be there's no dark way, this is the Noorway. So Allah bless you, because there's no darkness. There's no Maghrib or Isha or Fajr for you people. You figure it out. You look at the sky, see if, can you figure, is it Maghrib? Pray Maghrib. After that, Bismillah Aisha. After that, Bismillah Fajr. Just don't pray Dhuhr in the middle. Give it a little bit. Maybe it works out a little bit. Now, Tayyib, we finish with Mustafa, right? Mustafa, Mustafa. Only Safa. سيد الأنبياء سيد الوفاء كان في حبه للأكوان شفاء مصطفى مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء سيد في الوفاء كان في حبه للأكوان شفاء مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء سيد في الوفاء كان في حبه للأكوان مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء سيد كان في حبه للأكوان شفاء مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء سيد في الوفاء كان في حبه للأكوان شفاء مصطفى سيد الأنبياء سيد كان في حبه وشفاء حن قلبي فاض شوقا إليه لست أرجو سوى شربة من يديه الصلاة عليه والسلام عليه مصطفى مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء سيد في الوفاء كان في حبه
الأكوان شفاء مصطفى منبع للصفا. Can they stop playing with me? سيد الأنبياء سيد في الوفا كان في حبه للأكوان شفاء للسماء ارتقى بالأنبياء التقى بالسماء ارتقى بالأنبياء التقى وجهه دائما نيرا مشرقا كان من شوقي قبل حين الارتقاء قال إني فرطكم عندي الملتقى مصطفى مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء سيد يلا روحي وفاء بعتي حمزة في حبه للأكوان شفاء مصطفى مصطفى منبع للوفاء كيد الأنبياء سيد في الوفاء كان في حبه للأكوان شفاء اللهم صل وسلم وبارك عليه نسمات هواك لا أرجو تعيش بها المهج الله نسمات هواك لا أرجو تحيا وتعيش بها المهج هجوما الناس سوى قوم عرفوا غيرهم همج همج من فقراء إلى الدنيا وكما دخلوا منها خرجوا دخلوا فقراء إلى الدنيا منها خرجوا قوم فعلوا خيرا فعلوا وقوم درج العليا درجوا نسمات هواك لا أرجو تحيا بها المهج نسمات سوى قوم عرفوك وغيرهم مجو الله 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 يا الله 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 يا الله مدعيا لطريقه مهلا فطريقك منعرج مدعيا لطريقه مبادر فطريقك منعرج مولى وتنام الليل مولى وتنام الليل إلى عمر كذا فعل سمج نسمات هواك لا أرجو تعيش بها المهج الله نسمات سوى قوم عرفوك وغيرهم همج همج الله الله
الله يا الله 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 يا الله سيما تذكريهم من صرف هواك ولم تجوش شربوا بكؤوس تفكرهم في هواك وما يجنبه المعنى فهم معنا المعنى فهم معنا وبذكر الله لهم لهج نسمات هواك لها أرجو أحيا وتعيش بها المهج الله وقوم عرفوك وغيرهم همن همجوا الله الله الله